نشر موقع جاست جاريد فيديو وصور من زيارة النجم العالمي ويل سميث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك أثناء تصويره للنسخة الحية من فيلم علاء الدين في الشرق الأوسط حيث يجسد دور المارد. كما زار سميث القدس القديمة وكنيسة القيامة وحائط البراق، وقال سميث أثناء زيارته أنه يشعر بشرف كبير أثناء وقوفه في تلك البقعة المقدسة. النسخة الحية من فيلم علاء الدين من بطولة الفنان العالمي المصري مينا مسعود، والذي يلعب شخصية علاء الدين، ونعومي سكوت التي تجسد دور الأميرة ياسمين، وتونسي مروان كنازري والذي يقدم دور جعفر الشرير.